السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزات. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على رياض محرز، وين نقولوا باللي غوارديولا يخلط حسابات محرز. يا ودي غوارديولا نقول لكم محرز يقول لكم قيلوني يا ولد، والله العظيم يا محرز لا يقول للصحافة تاوعنا الناطقة هنا والكاتبة، يقولكم قيلوني، يقول هذوك اللي تاع لاعبين باللي محرز ومن، يقولكم قيلوني، يقولكم راني عايش لابال بي حاجة مشي خاصتني، زدت عامين راني عارف روحي وراني رايح. غوارديولا هو متهم مع غوارديولا، انتوما برك تاكل لكم المحلاقة يتحرق عندكم وصايك هذا مكان، كيما واحد كتب لي لهنا وانتوما حكموا لا بغيتو ربي انتوما تعرفوا كرة القدم. هيا قولونا لا يرحم الشوابين، قال لي تكلم بكل صراحة، علاه ما تتكلمش باللي بغداد بنجاح من المهاجمين الذين يضغطون على الحكم. مثلا في مباراة الكاميرون لو كان بونجاح موجود لتغيرت كثيرا النتيجة. أيا صايك نقولكم شنو نولو نديرو، نهضرو مع الجماعة بالماضي، يجيب لنا لعاب يدير نلعبو، يعني ذاك اللعاب يلعب مع الحاكم، يجي مع الحاكم يهدر معاه ويضغط عليه. ياه خطة جديدة نديروها هذه، لا نولو نديرو خطة جديدة هذه، نولو كيما هكا خطة جديدة نولو نلعبو بها. صايك على صايك سي بون، انا صرنا خطة جديدة. الناس هادو اللي راهم انتوما تحكموا، اودي هادي هذا الموضوع يقول لي هضر عليه، يقول لي باللي كوب نجاح كان كونت الكاميرون هنايا كان غادي يضغط على الحاكم والنتيجة تتغير. ياه اودي هذه او بنجاح 10 تاع لي ماتش مع ليكيب ناسيونال ما يغيرش النتيجه، نهار بوركينا فاسو على ما يغيرش النتيجه، نهار سيراليون على ما يغيرش النتيجه، نهار غينيا استوائية على ما يغيرش النتيجه، او نهار كوت ديفوار مباراه مصيريه خسرنا بثلاثه، اي مباراه مصيريه خسرنا بثلاثه. جاي انت تقصر لي تقول لي الله يرحم الشوابين. خلونا نهضروا على الموضوع تاعنا، وهو محرز لا يقول لكم اخطوني، محرز قال لكم سيفيني معكم، قيلني قال لكم ما تهضروش عليا، راه عايش لابال بيا، هذه والله لا خوه قالها ليا، قال لي راه عايش لابال، قال لي هو متهم مع لونترينير، قال لي متهم مع لونترينير، عادي قال لي غوارديولا الصديق، غادي بعد قلت له دير معنا اللايف، قال لي صح مازال ما بانتش، وفيتو يرد على هاد الناس باللي غوارديولا صديق كبير المحرز. صديقه مدرب تاعو صديق تاعه باش يكون على بالكم. وين اخلط قرار المدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا حسابات القائد المنتخب الوطني رياض محرز عندما فاجأه بعدم اعتماد عليه في الجولة تدشين الموسم الجديد امام ويست هام. هي غوارديولا لعب خطة كونت ليفربول. غوارديولا انا قلت لكم ونعاود لكم، غوارديولا عنده ثلاثة تاع لي ميكرو والورقة وستيلو، ليفري وستيلو، ستيلو ازرق وستيلو احمر وستيلو كحل، ويدور عليه ويدير منه ويطلع ويهود خلطة، هذه باش يكون على بالكم. غوارديولا مدرب فلسفة، ماهوش مدرب تاع يقرا عليك انت تجي تنتقدو ولا انت تهدر عليه ولا انت تقول له كلام، ولا مدرب فلسفه غوارديولا. حايره عليا الناس، وين يبدو ان بيب غوارديولا قضى الصيف من اجل ابتكار، اسمع معايا مليح ودخلها مليح في راسك، قول لي كي تشوفه كيفاش يلعب. يبدو ان غوارديولا قضى الصيف من اجل ابتكار فلسفه جديده، فبعدما شاهدنا خطة ظاهر الوهمي الموسم الماضي، اليوم يعني يوم المباراة تاع ويست هام، وين خرج بخطة متطورة جدا، ظاهرين وهميين في نفس الوقت، كانسيلو وكير كان يدخلان للوسط معا، يعني لزيادة كثافة الوسط أكثر. دافيد مويس معلق على ذلك، قال لهم لم أشاهد هذه من قبل في حياتي، لونترينات تاع ويست هام، على بالك شنو قال لهم، قال لهم جامي شفت هذه أنا في حياتي، قال لهم أول مرة.
قلب كلش، خطة دخل بيها وين وين نقولوا بلي هو راه عارف شا كاين، غوارديولا عارف شا كاين، محرز عارف شا كاين، إلا الناس الأهلة اللي مشي عارفين شا كاين. وين هو دائما وين غوارديولا يوجه يعني رسائل مشفرة، يعني مكاش واحد عنده يعني يعتبر ركيزة في التشكيلة، وإلا كيف نفسر عدم زج به أساسي عند انطلاق رحلة الدفاع عن اللقب على عكس العناصر لم تظهر بمستوى جيد في النهائي كأس الدرع الخيري أمام ليفربول في صورة يعني جاك وديبرين، وأتيحت أمام محرز إمكانية تغيير أجواء في الانتقالات الحالية بعد تأكيد عدة أندية رغبتها في التعاقد معه، وفي مقدمتهم نادي ميلون الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، غير أنه كان له رأي آخر عندما فضل تجديد العقد مع مانشستر سيتي إلى غاية 2025 مرجع لأسباب حسب تصريحات إلى عمل استقرار والبقاء في مدينة التي يشعر فيها بالراحة ونزول عند رغبة زوجته التي تنحدر من نفس المدينة، إضافة إلى البحث عن التتويج بمزيد من الألقاب مع نادي السماوي وخاصة رابطة أبطال. ناس يقول باليهودي يهودي وادي غادي بعد قلع محرز ديازيل محرز كاميو تاع المازوت. وجاءت خطوة غوارديولا الأخيرة بإبقاء قائد المنتخب الوطني على الدكة في الجولة تدشين الموسم الجديد لتعيد حسابات يعني ولتعود حسابات محرز الذي بات مجبر على تغيير طريقة التعامل مع التقني الإسباني. كيف له المدرب السيتي يتعامل بسياسة الكيل بالمكليين مع قائد الخوض ويعتبر ضحية رقم واحد سواء قدم مستويات كبيرة أو لا، على العكس بقية العناصر التي تعتبر ركيزة فعلية وغير قابلة للمساس في قاموس المدرب البارسا السابق الذي وين نقولوا باللي وغير قابلة للمساس في قاموس المدرب البارسا الذي يطبق ما لا يصرح به، وهو الذي يشيد دائما بإمكانية قائد الخوض، كما أنه اتضح بأن بيب يخشى ردود أفعال محللين إنجليز بحكم أنهم لا يفوتون أي فرصة بعد تسجيل نتائج سلبية لتتويجه أسهم الانتقادات صوب الفيلسوف. وبرز غوارديولا تفضيله فوندان على محرز في الجولة التدشين موسم بجاهزيته الدولي الإنجليزي وتواجده في أفضل أحواله، وهو ما يؤكد بأن الخوض قائد الخوض لم يعد خيار الأول للتقني الإسباني، وهو ما يجبر محرز على الرد بطريقته والتأكيد أحقيته بالمكانة الأساسية في السيتي، وذلك عبر تألق في رسميات من خلال تسجيل أهداف وتقديم تمريرات حاسمة. ناس يقول لك باللي لازم على غوارد على محرز الرد، بصح لازم الرد في الميدان، ونعرفوا باللي غوارديولا ما محرز غادي يعاود يطلع غادي يعاود حبيبي. الناس تخدم صاحبي، انت جاي انت باغي تلعب لا 6 في 7 استخدم كرة الناس هي تخدم. هذا مدرب فيلسوف، هذا عنده خطة تكتيكية تاع اخويا، عنده خطة تكتيكية ماشي قصاص الشيخ شونتيرم يكون يكسابي يضرب له يقلب قصاص بي ويكمل له القصيدة، وانت يا قاعد تهضر لي على غوارديولا محرز. هذو راهم بعاد، غوارديولا راه في عالم متقدم جدا. نهار اللي لعبوا فينال انشيلوتي غوارديولا قاعد نتفرج ودرت فيديو شفت لكم يا جماعة غير ربي اللي كان داري شا كان يدور في ريسانهم، مكاش اللي كان عارف لا انت لا انا اللي كانوا يتفرجوا ماشي عارفين كاع بين غوارديولا وانشيلوتي شتير كان يدور شتير كان يدور يا حاجة كبيرة تدخل بيناتهم يضربك ماس تضربك تاع 300 فولت تضربك يقول لك تولي انت شنو داخل هنا دير اش كان صار اللي خلي لك تيرا ولا خطة تكتيكية انت ما تشوفهاش لازم من الفوق ولازم تحت أشعة الضوء تشوف باش تقدر باش كان صاري في التيرا كيف جاي حاسبينها زعاقة انتوما ولا حاسبينها حاسبها مقروط كيما جا ولاو يهضروا لكم على المقروط ولا يهضر لك على ملف ثقيل مكاش تاع ملف ثقيل بما كل البكا والزقا والصوالح مكاش ماك تيرا يهضر الداي داي ماي ماي بماك مكاش زعاقة والو الربع ولعبوا الخطة وبدلوا ودير وطلعوا هود هذا مكان تنساو عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو.